اليوم اليوم اليوم, اليوم الحقيقه ديال البخوشه البواله وديال المهيبيله الحمراء العينين باش غنبين لكم واحد الحقيقه في الدقيقه ديال المول السلوبي. الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هذا الفيديو باقصى مكان في الجروبات في المنتديات كاع الجمهور اللي كيبغيو الناس اللي كيبغيو المحسنين وكيبغيو اختي خديجه تورينو، بارطاجيو. انا كنبغيكم وكنحبكم وكنحب جميع الجاليه المغربيه. قال لك اللي جا ما عرف بحق الرجال، والجاليه المغربيه جايين وعارفين بحق الرجال. اليوم الحقيقه في الدقيقه، انا شوف انا لا تنتسان بخوش البواله، الا واخا تعطيني 100 مليون وتقول لي دوي في خديجه تورينو غير فيديو واحد ونحط لك 100 مليون اقسم بالله ما نهضر فيها. السلام عليكم خوتي خواتاتي الكرام، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. انا لا صراحه ما بقاش الوقت دابا، المغرب دابا اذن، وصراحه قلت انا ضروري ما ندير الفيديو هذا، وبرزاتني واحد البوطه مشيت عمرتها بعيدة على البيكالا، صحاب الجيد قلت ضروري هذا الفيديو ولا بد نديرو باش ندافع على اختي خديجة ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم، اليوم عاد تسمعوا الحقيقة ديال هاد ديال البخوشة البوالة وديال المهيبيلة. اليوم الحقيقة في الدقيقة ان شاء الله، مول سلوكي ما كاينش المستحيل، واخا حتى المغرب لا قريب يطيح، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ندوز لكم الفيديو ان شاء الله ما عطيهش الظلمة، واخا حتى فهمتي التليفون ما مساعدنيش، وان شاء الله الظلمه قريبه تطيح. عندما كتشوفوا ان شاء الله بحول الله سمعتي الظلمه قريبه تطيح، ولكن عندي لكم هذا الفيديو هذا. المهم اخوتي الكرام، دابا فين كاين المشكل؟ دابا البخوش البواله دارت هذه اللايفات على اختي خديجه تورينو، ولكن هي المصداقيه كما طلع في المداخله سميتو نابولي، داك الدري نابولي فهمتي طلع في المداخله ولكن ما كملش المداخله ديالو، ولكن حنا ما علينا، حنا القاصح ديالنا هما الفيديوهات، مول السلوكي ما كاينش المستحيل، هو اللي عاد يفرش لكم هاد 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 فهمتي هاد الحاله ديالكم اللي دايرين ان شاء الله، وعاد تسمعوا الحقيقه في الدقيقه. اليوم شكرا لكم بزاف الاخوان ديال اختي خديجه تورينو، دري الدراري بارطاجيو باقصى بارطاج ان شاء الله، مول سلوك يعاونوه بالبارطاج ان شاء الله. انا المساند ديال اختي خديجه تورينو وبالخير، ماشي بنقولوا شي حاجه ديال العيب، هذه حقيقه حنا كنبينوها. شوف حنا ماشي زعما كندافعوا على شي واحد خيب ولا سميتو، حنا كندافعوا على شي واحد مزيان وكندافعوا على الحقيقه في الدقيقه، وما كاينش المشكل، الجرام ديال المشكل ما كاينش مع مول سلوك، يعني نجيك من الاخر الحقيقه في الدقيقه. المهم هاد البخوشه البواله دارت اللايفات شحال نقول لك، ماشي بزاف، شي 4 اللايفات. شوف انا البخوشه البواله انا جايكم على المهيبيله، انا كملوا معايا الفيديو، المهيبيله الحمراء العينين. المهم البخوشه البواله دارت هاد اللايفات هادو باش بغات تطلع اللايفات ديالها. احنا نديرو مثلا درتي هاد 4 اللايفات وحطيتي الصوره ديال تورينو، ياك انا كنتمنىك مثلا ما تحطيش الصوره ديال شي واحد، حطي الصوره ديالك. شتي المهيبيله البارحه شنو دارت فيك؟ المهيبيله المهيبله شتيها شنو دارت فيك؟ قلتي مثلا فتحتي اللايف وقلتي حقه وكذا والمهيبيله هكينا كاين، شتي ها هي ضربت فيك تاهي المهيبيله، منكم فيكم، ريحكم فيكم، صافي كلشي عاد يبان، الحقيقة عاد تبان، شكون عاد يبقى؟ عاد يبقى مول المعقول. واش كتسحبوا نتوما كتسحبوا راسكم مسيبين ولا؟ واش تي البخوشة البوالة ولا المهيبيلة حمرة العينين كتسحبوا نتوما راسكم مسيبين؟ صافي نتوما مسيبات، صافي مسيب، ها اللي جاي يضرب في هذا بالشر صافي لا عاد يطلع، صافي هادشي اللي كاين عندكم ياك؟ هاد اللي عاد يدخل وعاد يتبعكم مثلا، واش انا غندخل عند شي واحد وغنتبعو على 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 على, على شي حاجه على الشر ياك، نتبعو على الشر صافي غنطلع غنطلع قناتي، وشكون غيتبعك؟ واش هذا اللي باغي يتبعك؟ شحال نديرو حنا شحال من واحد اسيدي ما مزيانش، وشحال من وحده ما مزياناش غيتبعوكم انتوما اللي ما مزيانينش، شحال كاع راه الناس ديال الخير راه كثار. واش كتسحبوا راسكم نتوما مسيبين؟ ما كاين الله، ما كاين والو، ما تتشجعوا صافي مسيبين، مخلوقين في الدنيا هذه صافي، في هذا العالم هذا، في الكره الارضيه مخلوقين، في الكره الارضيه هذه كدورو صافي، ما مسيبين صافي، ما كاين حتى شي واحد اللي يحكم عليكم، ما كاينش، راه كاين مول اللي فوق 7 سماوات، شريف نجيك من الاخر،
هادي لا حقيقة. أنا كنبين لك مع الحقيقة. أنت يا بخوش البوانة قلتي لي مثلا مول السلوكي حطيته في المنتدى ياك، قلت لي مثلا مول السلوكي حطيته حقا لا حطيت مول السلوكي كيضرب فيا حطيته في المنتدى ياك. أنا لا ماشي كان أنا لا كان أنا لا كنهضر عليك وكنقول لك كان 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 حقيقة، ماشي كنضرب فيك أنا كنسب فيك، أنا كنعطيك الحقيقة داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين وعاد تلقايه من القدام. حنا لا كنشوفوا القدام، ما كنشوفوش الله يفعل يطلع لي غدا وبعد غدا وواحد 3 ايام وواحد السيمانه، حنا كنشوفوا في المده. انا لا واخا كنحط الصوره ديال شي واحد لا كندوي عليه، لا حطيت الصوره ديال اختي خديجه هذيك راه اختي، كنحط الصوره ديالها وكندوي عليها وكندوي عليها بالحقيقه في الدقيقه، ما كندويش علينا بالشر هي ما مزياناش وانا كنقول فيها مزيانه، لا انا لا كنقول فيها مثلا مزيانه وكدير الخير وفعلا داكشي اللي كنقول له هو اللي كاين. فهمتوا؟ انت مثلا قلتي حقا، انت البخوش البوله قلتي حطيت انا حقا حطيت مول السلوكي في المنتدى، حطيتيني ساعتين ملي دخلت لقيتك حيدتيني ساعتين ياك، حطيتيني ساعتين ولا مع الساعه ونص ولا مع 3 السوايع، وملي دخلت ملي دخلت كنراقب المنتدى سميتو لقيتك حيدتيني ياك. ما علينا، احنا نديرو مثلا حطيتيني انا، والا حطيتيني انا لا ما يمكنش تدوي ليا مثلا في خديجه طورينو، اما نجيك من الاخر انا ماشي انا ماشي كندافع على اختي خديجه طورينو هي ما مزياناش، انا لا كندافع، انا لا كنجيب لك الحقيقه، انا لا عندي واحد المانع قوي كنعطيك الحقيقه بان هذيك السيده راه مزيانه، وغنبقى نقول لك مزيانه وغنبقى نقول لك خديجه طورينو كدير الخير وكدير سميتو مزيانه حتى الاخر حتى الاخير مطاف، حتى تعرف الحقيقه وتفوت الحقيقه لهي، وكتبقى خديجه طورينو معلقه بسيدي ربي ما عطيهش لا هي ولا سيدي حكيم، وهذه حقيقه. وحنا المتتبعين ديالها عندها حنا فهمتي جيش ديال طورينو حقيقي، ما فيناش شي واحد دوك كاينين شي وحدين قلال ولا شي وحدينات كيطيروا صافي، اللي ما مزياش كيطير. حنا شوف حنا جيش شريف، حنا شرفه باش نجيك من الاخر، حنا شرفه، حنا جيش ديال اللي تابعين طورينو، الناس مزيانين وشرفه، ما كندويو في حد. حنا من حقنا طورينو واحد الكبه ديال العسل، وحنا دايرين بها حنا النحل، فهمتي؟ لا كتعرف النحل شنو كيدير، حنا النحل دايرين بها الكبه ديال العسل، فهمتيني؟ فهمتيني ولا ما فهمتيش؟ انا جايك من المهيبله، حنا كبه هي طورينو كبه ديال العسل وحنا النحل دايرين بها. شنو هو النحل؟ النحل هو اللي كيدير العسل، والنحل شريف، باش نجيك من الاخر، شنو هو النحل؟ شريف، شريف. باش نكون معك حقيقي، هذه حقيقه في الدقيقه، ودابا راه المغرب هذا راه الظلمه دابا، فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ المغرب دابا على الابواب، انا دابا راه نسالي اللايف ديالي، نسالي الفيديو ديالي، وغنمشي نصلي ان شاء الله الله يقبل لينا وليكم وجميع المسلمين، كاع الناس اللي مزيانين، غنمشي نصلي الركيعات ديالي، فهمتوني؟ صراحه انا الناس اللي كوني مزيانه، شي البخوش البواله كوني مزيانه وندعي معاك. بعدي من خديجه طورينو، بعدي منه وندعي معاك، الله يسهل عليك، يلا صافي، هادشي اللي بغيتي، يلا بعدي منه والعيب عليا لما درت عليك انا فيديوهات زوينين ونقول هاد السيده الله يسهل عليها، ياك؟ بعدي ليا من خديجه طورينو، بعدي منه، ما تحطيش حطيها اي حطيها في حطيها في الصوره المصغره، حطي الصوره ديالها في الصوره المصغره، ولكن دوي عليها بالخير، فهمتي؟ ماشي ديك النهار مثلا كنتي كتشكري فيها كما قالت المهيبيله، قالت حقا ديك النهار كنتي كتشكري فيها واليوم وليتي كتضربي فيها. هذيك المهيبيله لا هبيله، فهمتي؟ لا داك الشيء اللي كاين كتقولوا، صافي داك الشيء اللي كاين كتقولوا. هي لا مظلمه لخديجه طورينو، كتظلمك السيده هذيك، هذيك السيده كانت تبغى دير فيها واحد الخير كثير، ولكن هي صقعه. هذه وحده من جوج، اما صقعه اما ديك العمليه اللي كانت بغات دير ما كايناش، الله اعلم. حنا كنقولوا والله اعلم، العلماء العالم كيهضر حتى كيسخف وفي الاخر شنو كيقول؟ كيقول الله اعلم. يا المهيبله والمهيبله وحمرت العينين، سبحان من خلقك ثلاثه المرات. علاش؟ حيت انتي اشنو غنقول لك؟ انا لا كنتفرج فيك انا والله ما عرفت اشنو غنقول لك. سمعتيني المهيبيله الحمرة العينين؟ ما عرفتش اشنو غنقول لك انا. واش دخلنا عليك بالله؟ انت صراحة داكشي اللي قلت لي، داكشي اللي اللايف اللي دويتي فيه البارح على 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 البخوش البواله، قلتي شي كلمات حقيقيين وخاصهم يتقالوا.
قلتي مثلا البخوشه البوالق ديك النهار كنتي كتشكري في خديجه طورينو واليوم كتضربي فيها، هادو كلمات حقيقيين. ولكن انت ما بغيتيش بعدي من خديجه طورينو، انت حمرت المهيبره، حمرت العينين. بعده شوفوا الناس اللي مزيانه خاصنا نعاونوهم، راه ونار ينار ينار قبل. شوف راه ديك النهار قلت لكم الناس اللي مزيانين خاصكم بعدوا منهم، عطوهم الثقه ودعيو معاهم، حيت علاش كيعاونوا خوتنا، اللي كيديروا عمليات، كيعاونوا خوتنا اللي كيوصل رمضان وكيديروا مساكن القفاف وكيعطيو الناس لخوتنا المغاربه والخواتاتنا المغربيات اللي عندهم وليدات صغار، وكيعاونوهم وكيديروا لهم القفاف في رمضان وكيعاونوهم، وكيعاونوا الناس اللي عندهم عمليات. راه بدي شنو هو تكون عندك عمليه وكيعاونك واحد الانسان، راه شوف لا بلا من، راه الله اللي كيعلم. الله يرحم لكم الوالدين، البخوشه البواله، شوفي الله يرحم ليك الوالدين. انا بلا ما تقولي لي شوفي واخا تحطيني في المنتدى، انا واخا تعطيني 100 مليون، 100 مليون تعطيني 100 مليون وتقول لي دوي في خديجه طورينو ما عندوش فيها، اقسم بالله واخا تعطيني 100 مليون وتقولي لي هضري، تقولي لي هضر على خديجه طورينو غير فيديو واحد، قولي لي مثلا فيديو واحد ضرب في خديجه طورينو ياك وما نضربش فيها، اقسم بالله على المغرب. حنا بيناتنا الله، شوف لا من الغدا يقول لك فلان لاحم، وفين عنمشي؟ فين عنمشي يعني؟ ملي يوقف عليا ناكير ومنكر فين عنمشي؟ شنو غنقول لهم ديك الساعه؟ ها؟ والملائكه، اللي كل نهار، شوف خوتي الله يرحم، بارطاجيو هذا الفيديو باقصى مكان، شكرا لكم على البارطاج دريات، شكرا لكم بزاف. اختي زهرة الحياة، شكرا لك بزاف كتبارتجي معايا في الجروب وفي المنتدى، الله يرحم لك الوالدين، انت انسانه مزيانه والله عمرها دار. اختي خديجه لا بلا ما نقولوا، بلا ما نجو بزاف اللي بتبقى هذا ولا ما، شوف احسن ما نقولوا، احنا كندعيو معاها في الخفاء صراحه ديالنا. شكرا لكم الدريات كاملين، كاع الجمهور، الناس اللي كيحبوا خديجه طورينو، وتحياتي لجميع الجاليه المغربيه فين ما كانت، من عند خوكم مول السلوقي انسان ضعيف. شكرا لكم بزاف على البارتاج، والله يرحم لكم الوالدين، انا نتوما عزاز عليا، بارطاجيو معايا هذا الفيديو، انا كنحب الناس المحسنين الناس المزيانين، بارطاجيو معايا هذا الفيديو في الواتساب في الجروبات، الله يرحم لكم الوالدين، شكرا لكم بزاف، كنشكركم من كل قلب، الله يرحم لكم الوالدين، ان شاء الله الفرصه القادمه نكون معكم من جديد، الله يعاونكم.